الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وارزقنا جميعا متابعته بالأقوال والأفعال والأحوال. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين برحمتك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، عنوان خطبة اليوم: كيف نبني جيلا من الذين يتمسكون بالعلم والأخلاق. والعنوان لنكن صرحاء فيه تفصيل كثير، وحتى أستفيد من الوقت وحتى لا نتشعب كثيرا، قلت لا بد أن نركب معا قطار التربية، قطار تربية الأبناء، حتى نتحدث بعد ذلك عن جيل العلم والأخلاق. فالعنوان جيل العلم والأخلاق، فكيف لنا أن نصل إلى جيل العلم والأخلاق؟ بادئ ذي بدء الأولاد زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الأولاد هم قرة العين، قال تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الأولاد هم البشرى، يا زكريا إنا نبشرك بغلام. الأولاد هم الرحمة، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول أهل التفسير: الرحمة هم الأولاد. طيب، الأولاد هم ثمار قلوبنا، عماد حياتنا، بهم تدوم الذكرى وبهم تكون النصرة، فهم الأمة بعد حين والدولة بعد يسير. فإن طلبوا فأعطهم، يمنحوك عند ذلك ودهم ويحبوك جهدهم، ولا تكن عليهم ثقلا ثقيلا فيود وفاتك ويكره قربك. هذه مقدمة. تعالوا بنا أيها الإخوة الأكارم لنركب قطار التربية حتى نتحدث بعد ذلك عن جيل العلم والأخلاق. وكما قال شوقي: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم، انتبهوا ماذا قال، لم يقل وإذا أصيب القوم في أزمة مالية، ما قال وإذا أصيب القوم في أزمة مرور، ما قال أصيبوا في أزمة اقتصادية، في أزمة، قال وإذا أصيب القوم في أخلاقهم، يعني وجد أن المصيبة الكبرى ما هي؟ المصيبة الأخلاقية. قال: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. فتعالوا بنا نركب قطار تربية الأبناء حتى يكون عندنا جيل من أهل العلم والأخلاق. أول هذه المحطات في هذا القطار التي يغفل عنها كثير من الآباء، أهم محطة في تربية الأبناء، هي محطة القدوة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كم سنة مكث في قومه قبل أن تنزل عليه الرسالة؟ مكث 40 سنة،
اللهم صل عليه، قبل أن ينزل عليه الوحي مكث في قومه كم؟ مكث 40 عاما. قال تعالى: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وكان يسمى فيهم الصادق الأمين. الإنسان يمكن أن يكون مزيفا، ويمكن أن يخبئ أخطاءه وخطاياه ردحا من الزمن، يوم، يومين، ثلاثا، أربعا، سنة، سنتين، أما أن يخبئ أخلاقه الحقيقية، يعني إن كانت حسنة أو غير حسنة، 40 سنة، فهذا لا يمكن. في 40 عام ما مسكوا على سيدنا محمد اللهم صل عليه كذبة واحدة. فكان فيهم الصادق الأمين مع كونهم خصوما له. بل إن هناك لفتة غريبة، لما هاجر سيدنا محمد اللهم صل عليه من مكة إلى المدينة، تعرفون قريش التي تواطأت وتواضعت على قتله صلى الله عليه وسلم، أين خبأت أماناتها؟ أين خبأتها؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول علماء السيرة: فيا عجبا، هم حريصون على دمه وقتله، وهو حريص على أداء أماناتهم، فقد جعل ابن عمه سيدنا عليا في فراشه حتى يعيد الأمانة. لمن؟ لأصحابه؟ لا، لعمر، لسيدنا عمر هاجر قبله، لسيدنا أبي بكر صديقه وحبيبه ورفيقه كان معه. الأمانات كانت لأعدائه، لأبي سفيان، لعتبة، لآخره، أولئك الذين تآمروا على قتله، فجعل ابن عمه في الفراش حتى يؤدي الأمانات. هنا ملمح رائع، أنه صلى الله عليه وسلم كان أنموذجا في الأخلاق، وكان قدوة في الأخلاق مع خصومه. شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. فأول محطة هي القدوة. فعندما الولد أو البنت يرى أو ترى أباها، أو يرى أو ترى أمها، مثلا عندما يحدث الولد أو الوالد أبناءه عن الأمانة، ثم يرى الولد كيف أن أباه يهرب مثلا من الضرائب، أو مثلا يتفنن في الغش أو يكذب، هل يمكن بالله عليكم لنكون صراحة أن يقبل منه كلمة واحدة؟ لا. الناس تتأثر بالأفعال قبل أن تتأثر بالأقوال. حتى لما كنا ندرس في ونحن طلاب، يعلمون، يقولون: يا بني، إذا أردت أن تكون خطيبا، حق على من يصعد المنبر أن يترك الفحشاء والمنكر. فلو أن خطيبا أعطانا خطبة عصماء جامعة مانعة مثلا عن مضار التدخين، ثم رأيناه بعد الخطبة يجلس مع المدخنين ويدخن ويتحدث عن شمائل التدخين، لن نقبل منه، هذه فطرة بشرية، كلمة واحدة. لذلك قالوا: نراك تنهى ولا تنتهي، وتسمع وعظا ولا تسمع، فيا حجر الشحذ حتى متى تسن الحديد ولا تقطع. فأول محطة من محطات التربية، إذا أردنا أن ننشئ جيلا من أهل الأخلاق، أن تكون قدوة في بيتك مع أولادك. الأولاد عيونهم معقودة على الأبوين، فالخير عندهم ما يفعلون، والشر عندهم ما يدعون. فإياك أن يراك ولدك أو أن تراك بنتك في حالة أو في صورة تندم عليها. كن أنت القدوة الحسنة، كن أنت النبراس الذي تستضيء به الأسرة في البيت. أما لسان بذيء ثم يحدث أولاده عن مكارم الأخلاق ورفيع الأذواق، ثم طعن في شرف زوجه أمهم: وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. هكذا قال أحد الأدباء يمتن على أولاده، قال: أول محطة من محطات التربية أنني اخترت لكم أما صالحة، وأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. فينبغي على الآباء والأمهات أن يكونوا قدوة في بيوتهم. إذا أردنا أن نتحدث عن الأخلاق، أما الأب يأتي بمجلات هابطة
ويتحدث ويفاخر بالمعصية أمام أبنائه، ثم يتنادم ويتسامر مع ولده في مسألة كذا وكذا ويفاخر في المعصية ورأيت كذا وكذا، هل يمكن أن يقبل ولده منه كلمة واحدة إن حدثه عن الأخلاق؟ إن حدثه عن شيء آخر هذه مصالح. الأبناء في الغالب وصوليون براغماتيون ذرائعيون، يعني الولد بطبيعته، وهذا ليس تعبيري بل تعبير القرآن الكريم، قال تعالى لما ذكر لنا آية بر الوالدين قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال تعالى مباشرة ربكم، يعني يا أبناء يا بنات، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يا من يتزلف لأبيه حتى يكتب له عقارا أو متاعا، يا من تتزلف لأمها حتى تأخذ منها كذا كذا، هذا يعرفه الله عز وجل. ينبغي على الإنسان أن يكون قدوة في بيته في كل شيء حتى يستمع إليه الأبناء. المحطة الثانية وهي محطة هامة جدا هي التدرج في عرض المنظومة الأخلاقية على أبنائنا. النفس البشرية تأنف الغليظ وتأبى الفظ، حتى قال الله لسيد الواعظين وإمام المتقين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له في آية بديعة ليست خاصة به وإنما هي خطاب لنا من بعده صلى الله عليه وسلم، قال الله لسيدنا محمد اللهم صل عليه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الكلام لمن؟ للرحمة المهداة والنعمة المسداة ولألطف البشر صلى الله عليه وسلم، كان ألطف من النسيم. كان سيدنا محمد اللهم صل عليه تأتي الأمة في المدينة تأخذ بيده حتى يقضي لها حاجتها، صلى الله على سيد البشر سيدنا محمد. قال الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب. فيا أيها الأب، فيا أيتها الأم، إياكم أن تكونوا أشداء على أبنائكم. من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. إياك أن تعيره مثلا بتقصيره في دراسته، إياك أن تعيره ببدانته في جسده، إياك أن تكسر خاطره أمام أمام أترابه وزملائه. إياك، جراحات السنان لها التئام، جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. إذا أردت أن تنصح ولدك قل له: بابا يا بني، ما أجمل القرآن، قرآن رائع. يا بني أقم الصلاة. أرأيتم إلى سورة لقمان؟ خطاب جميل، خطاب أبوي، خطاب رقيق. يا بني إنها إن تكو صخرة، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. هذه الآيات، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذه نصائح من أب. ما قال له يا كذا يا كذا وشتمه، لا، اجعل ولدك صديقا لك. ويقول العلماء إن وصية الآباء بأبنائهم، انتبهوا إخواني، إن وصية الآباء بأبنائهم أهم بكثير من وصية الأبناء بآبائهم. الدليل قال تعالى: يوصيكم، الخطاب للأباء وللأمهات، يوصيكم الله في أولادكم. الوصية أغلى وأعظم، يعني تقول فلان وصيتي عندك، الله من فوق سبع سماوات يوصينا بأولادنا، فهل نترك تربية أبنائنا للشغالات؟ هل نترك تربية أبنائنا لغيرنا؟ كلمة يا بني بابا الله يرضى عليك، هذه الكلمة لا يمكن أن يجد الولد أثرها من الخادمة أبدا. هذا الحنان، كم من الأبناء رحلوا بمشاعرهم خارج البيت فساروا في طريق الرذيلة، كم من البنات رحلنا بمشاعرهن خارج البيت لأن الأم تناديها بأسماء الحيوانات والأب لا يلتفت إليها، ذهبي ذهبي. ف
فترحل بمشاعرها في الجامعة أو في المدرسة إلى مكان غير سوي. لماذا أيها الإخوة؟ ينبغي علينا أن نكون رحماء، أن نتدرج باللطف. لذلك لما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة، أرجو أن ننتبه إلى هذه الآية أيها الإخوة الأكارم. قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة، ثم قال تعالى واصطبر عليها. أتعرفون ما معنى اصطبر في اللغة العربية؟ يعرف علماء اللغة أمرا يسمى الاشتقاق أو النحت الكبار. ما معنى الاشتقاق؟ اصطبر أصلها كلمة منحوتة، يعني مشتقة من جملة طويلة. اصطبر كلمة منحوتة مشتقة من جملة طويلة، أصلها اصبر صبرا طويلا. أصلها ماذا؟ اصبر صبرا طويلا. نقول مثلا حوقلة. ما معنى حوقلة؟ يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول تهليلة، يعني لا إله إلا الله. هذه تسمى في اللغة العربية اشتقاق، أو يسمى اشتقاقا، أو نحت الكبار. المهم ما معنى اصبر صبرا طويلا واصطبر لعبادته؟ قالوا إذا أمرت ولدك بالصلاة لا تعتقد أنه في اليوم الثاني سيصير كأبي بكر الصديق. لا، لو صار عمره 60 سنة كل يوم بابا الله يرضى عليك صلي بحب، قم صلي بابا، صلي صلي جدا لعل نور الصلاة. أخطأ الإنسان مهما ابتعد عن جادة الحق والحقيقة، الإنسان دائما فيه خير، فيه بذرة خير، لكن يحتاج من يحركها في بعض الأحيان. كلنا ذاك الرجل، قال عليه الصلاة والسلام الإيمان يزيد برمضان، بالاستغفار، بالصحبة الصالحة، بقيام الليل، بختم القرآن. الإيمان يزيد وينقص، غفلة، أصحاب سوء، شغل في الدنيا، هذه سنة الكون. فعندما تأتي إلى ولدك بكلمة طيبة لا تعتقد أنه سيصير في اليوم الآخر صحابي. الدليل قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم تفيد الترتيب مع التراخي، ثم تفيد الترتيب مع، يعني اصبر انتظر. تقول مثلا دخل زيد المسجد وعمر، يعني دخلوا معا، ولا يجوز أن نقول سوية. المهم دخل زيد وعمر، لكن لو قلت دخل زيد ثم عمر يعني هناك مسافة. فعندما أقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا ترتيب مع التراخي، يعني لا انتظر، اصبر على ولدك. ترك الصلاة، قصر في الصلاة، اصبر، لكن إياك أن تترك موعظته. بابا صلي الله يرضى عليك صلي. سن المراهقة، كثرة النوم، الغضب، أنه يعتقد، تعرفون سن المراهقة يعتقد أنه لما يبلغ، حتى أحيانا بعضهم يبقى مراهقا إلى 30، يعتقد أنه صار يعني من كبار الشخصيات، وأنه أبو فهمي، وأنه العالم، وأنه، إياك أن تكسر هذا الكبرياء. استخدم الحكمة، هذه الحكمة مهمة جدا. فتدرج في ذكر المعروف. إذا كانت عندك ابنة عودت على الشواطئ وعودت على العري، فجأة مباشرة تريدينها من كبار المنقبات والمحجبات، هذا تطرف أيضا. ينبغي على الإنسان أن يعود بناته وهن صغار على الحشمة، ثم لما يأتي سن التكليف ويأتي الحجاب الذي هو فريضة كالصلاة، عندما يأتي الأمر ماما الله يرضى عليك الآن هذه فريضة كالصلاة، وليضربن بخمورهن، اللام لام الأمر، سمعا وطاعة وقرة عين، كالصلاة يا بنية ما شاء الله، استجابت لأنها تعودت على الحشمة. أما الآن يجادلوك وإلى آخره، لأن الأصل في البيت ليس هناك قدوة، لأن هناك غلظة أحيانا. هاتان المحطتان أردت أن أمر عليهما بشكل سريع حتى لا أطيل عليكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهيئ لنا أبناء صالحين وأبناء بررة وبنات صالحات، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره تعالى، وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن السادة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا وموالينا الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأجلس معكم إن شاء الله تعالى بعد الخطبة للإجابة على أسئلتكم الفقهية، وتوجهوا إلى الله تعالى بقلوبكم وسألوا ربكم حوائجكم إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بارك لنا في آبائنا وبارك لنا في أمهاتنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في بناتنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في كل ما أنعمت به علينا، واجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته وعافيته، أنزل على جميع المرضى دواء من عندك فيبرؤوا. يا مصغر الكبير ومكبر الصغير، صغر ما بهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارفعهم إلى العافية وامسح عليهم بيمينك الشافية. اللهم ارفعهم إلى العافية وامسح عليهم بيمينك الشافية. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد العالمين. وفق رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه الشيخ محمد بن راشد لما فيه خير البلاد والعباد. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اجعل أولادنا من السعداء البررة، اجعل بناتنا من السعيدات البررة برحمتك يا رب العالمين. أبعد عنهم رفاق السوء، اجعلهم قرة عين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.